باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان والى الابد امين. النهارده بنعمه ربنا ندرس الملف رقم 89 وعنوانه زي ما مكتوب قصادكم كده، اللقاء مع الفريسي اللي دعاه وربنا بيوبخ هذا الفريسي. الجزء ده موجود في انجيل معلمنا لوقا اصحاح 11 وبدا من العدد 37 لغايه العدد الاخير. يقول الكتاب: وفيما هو يتكلم ساله فريسي ان يتغدى عنده، فدخل واتكا. واما الفريسي فلما راى ذلك تعجب انه لم يغتسل اولا قبل الغداء. فقال له الرب: أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس وقصعة، وأما باطنكم فمملوء اختطافا وخبسا. وابتدى ربنا يوبخ هذا الفريسي واتكلم عن ويلات، ودخل في الخط بعد كده هنشوف هيخشوا الناموسيين وبرضو يعاتبوا ربنا، انه لما بيقول عن الفريسيين كذا بيشتمهم هم كمان، فبرضه هيديهم نصيبهم من الويلات. المسيح قال ويلات للفريسيين او وبخ الفريسيين اكتر من مره، يعني في مرات متناثره. بعد كل مره كان بيعمل معجزه وهم يتذمروا او يتهموه، فكان ربنا بيعاتبهم وبيكلمهم وبيوجههم ويوبخهم. لكن في مرتين تحديدا اللي هو ربنا يعني أعطى الدرس مركزا. المرة الأولى هي دي اللي جت في لوقا 11، والمرة الثانية هتيجي في متى 23، ودي كانت يوم الاثنين أو الثلاث بتاع البصخة، الأسبوع الأخير من حياة ربنا يسوع بالجسد. لكن اللي احنا بندرسه النهارده ده مش هو نفس المره، عشان محدش ايه يفكر ان احنا يعني ما جبناش الحته بتاعت متى. لا، الفرق بينهم حوالي 6 شهور الا ايام يعني. فيعني هنا دي كلام ده بالقرب من اورشليم زي ما مكتوب قصادكم كده، ولسه المسيح هيروح بيريه ويقعد فيها كم شهر ويعلم فيها، وبعد كده هيرجع اورشليم في الايه في الاسبوع الاخير، واللي هو احنا بنسميه اسبوع الالام. فالفرق بين الاثنين مده حوالي 6 شهور الا كم يوم. فريسي ده قال له تعالى عزمه يعني، فدخل واتكا. ودي محبه من ربنا ان هو يعني فريسي يدعوه يروح، ودي اتكررت يعني في لوقا 7 كان في موقف فريسي اللي دعاه للعشاء ودخل، والمرأة الخطية عرفت وراحت من وراءه، وكلنا عارفين القصة بتاعت سكب الطيب على قدمي المسيح. لأن ربنا بيدي الفرصة للكل، بيدي الفرصة للكل برغم أنه عارف الفريسيين وعارف طباعهم وعارف عقولهم، إلا أنه يعني بيدي الفرصة للجميع انه يتلاقى معاه، لعل في هذا التلاقي يتغير الانسان، يتغير ذهن الانسان. وفي الوقت نفسه علشان تبقى المسؤولية كاملة على الانسان، ما يقولش في يوم من الايام ان ربنا قصر معايا وما وصليش صوته. لا، ربنا بيتكلم وربنا بيروح بنفسه وربنا بالفعل بيقدم محبته واتضاعه ومرحمه للكل، بس الشاطر هو اللي ينتفع. الفريسي ده دعاه أن يتغدى عنده فدخل واتكأ. وأما الفريسي فلما رأى ذلك تعجب أنه لم يغتسل أولا قبل الغداء، يعني وقال له تعالى نعزمك يا معلم، فدخل من الباب على الميدة على طول. فالراجل يعني ازاي يعني ما يعديش على دورة المية يغسل ايده الاول؟ يعني ازاي تروح تاكل كده؟ هي بالظبط كده،
تعجب الفريسي لأنه لم يغتسل أولا قبل الغداء ودخل على المتكأ من غير ما يغسل إيده. فقال له الرب: أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والقصعة. القصعة يعني الطبق الكبير شوية اللي احنا بنسميه سيرفيس عندنا اليومين دول، يعني هو طبق كبير يعني. فتنقون خارج الكأس والقصعة وأما باطنكم فمملوءة اختطافا وخبصا. الكلام واضح لأنه احنا سمعنا إنجيل الويلات كتير، فالكلام واضح والتعليم بسيط جدا جدا جدا، ويفضح أي إنسان بيهتم أنه ينظف ويجمل ويزين شكله من الخارج، بينما الداخل مليان بالفساد ومليان بالأفكار اللي مش كويس. كل واحد فينا عارف نفسه، عارف إيه مخالفاته، عارف إيه ضعفاته، عارف هو إذا كان بيمثل على الناس ولا هو صادق فيما يفعله أو فيما يقوله من أعمال روحية أو أنشطة روحية أو أقوال روحية. فكل واحد فينا عارف يعني. لما المسيح يقول تنقون خارج الكأس والقصعة وأما باطنكم فملؤوا اختطافا وخبسا، يبقى هو كاشف اللي موجود جوه الضمائر، بدليل إن مفيش حد من الفريسيين هنشوفه اعترض على اللي قاله. يبقى التشخيص بتاعه ايه؟ تمام مظبوط، حدش اعترض لا المرة دي ولا المرة بتاعت متى 23، مش هنلاقي حد من الفريسيين يعترض. اللي هيعترض ده دلوقتي الناموسيين وهياخدوا على دماغه، لانه برضو هم ليهم ايه؟ ليهم مخالفتهم وليهم اتعبهم. طبعا الفريسي مسكين ما يعرفش ان اللي دعاه عشان يتغدى عنه ده، دي الطهارة ذاتها، النقاوة ذاتها، بتتكلم في ايه؟ يغسل ايده ايه يا ابني؟ ده قام بشوي لما غسل له رجله، قال شرب من مية رجله وقال لتلميذه اشرب، ما رضاش يشرب، خسر خسارة كبيرة. انت بتتكلم في مين؟ انت بتتكلم في الاله المتجسد اللي بوساقه فتح اعين اعمى، مش كده؟ فهنا طبعا هو مش واخد باله الفريسي. قال له الرب: انتم ايها الفريسيون تنقون خارج الكأس والقصعة واما باطنكم مملوء اختطافا وخبسا. يا اغبياء، اليس الذي صنع الخارج صنع الداخل ايضا؟ كلمة يا اغبياء ترجمت كده هو، لكن مقصود بيها يعني يا جهلاء، يا الكلمة ده المعنى يعني، عشان برضو بيمسكوها علينا أحيانا، لكن المسيح بتاعكم بيشتم، واخدين بالكم؟ لكن هنا دي صفة الجهل يعني. الذي صنع الخارج، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ بل اعطوا ما عندكم صدقة فهو ذا كل شيء يكون نقيا لكم. البعض بيفكر ان الجملة دي جت اعتراضية كده، يعني تحس انها مش مرتبطة باللي قبلها ولا باللي بعدها. ايه يعني ايه دخل الكلام عن الصدقة وانت بتكلمنا عن الكأس والقصعة والصحفة وننظف خارجها وننظف داخلها؟ المسيح جاب نموذج من الأعمال اللي بتدل على نقاوة الهدف ونقاوة الداخل ونقاوة السريرة والفكر. فلقى نوع من أنواع الضعف اللي موجود عندهم، أو الخبث والمكر اللي موجود عندهم، نوع منه يتعالج بأنه إيه؟ يطلع ويعطي من عنده حاجة. فقال له فكر كده أنك أنت تعطي. أو بص المسيح لقى إن في مخالفات كثيرة في حياتهم، هم بيعلموا الناس الصح 1 2 3 4 وهم ما يعملوهوش، لأنه الفريسيين دول طبقة المفروزين اللي أفرزوا أنفسهم وقالوا إحنا ملناش دعوة بالناس، إحنا ناس فوق خالص. فاللي فوق خالص ده ما يفكرش في يوم من الأيام إنه يحن على غلبان أو يعطي فقير، ويحس ان هو فوق الوصية، فوق الوصية يعني، لا يبذل جهدا في انه يطبق وصية. ف
فربنا قال له اعطي ما عندكم صدقة، يعني عايز يقول خرج اخي من خرج من عندك، ادي حاجة، اعمل حاجة فيها خروج بقلبك وبفكرك من ذاتك، بدل ما انت حاسس انك انت احسن من الكل وبالتالي فوق الوصية، لا انت متشجع تعطي فقير، ولا متشجع تخدم مريض، ولا متشجع تعمل اي نشاط في اعمال رحمة او محبة او يعني عطاء للاخر. فخد المسيح الحتة دي اللي تعتبر امتحان لايه؟ امتحان للخروج من الذات، لانه الشخص المكتفي بالشكل بس مش عايز اساسا يبذل اي جهد في انه يعمل حاجة بدافع حقيقي. فالمسيح اختار الحتة دي كنموذج من نماذج العطاء او العمل الايجابي اللي يدل على قلب نقي وقلب طاهر. حتى دي كان ممكن يعملوها وهما برضو تخدم رياءهم، يعني ممكن واحد يعطي ويتظاهر بانه بيعطي وعمال يقول كذا كذا كذا، بس هما برضو ما عملوهاش. حتى لما وقف الفريسي جنب العشار ويقول لربنا بشكرك لاني لست مثل هذا العشار، انا بعمل وبعمل وبعمل، ما قالش بأعطي صدقة، قال انه بيطلع العشور بس ما جابش سيرة الصدقة خالص. هو ملوش في اعمال الحب، لان اعمال الحب بيصاحبها بذل ويصاحبها تعب ويصاحبها عطاء، لكن هو ملوش في الكلام ده فما جابش سيرته. فربنا قال له كده اعطوا ما عندكم صدقة فيتطهر ايه؟ يتطهر او كل شيء يكون نقيا لكم، يعني هتعيشوا النقاوة صح، داخلكم هيكون نقي وخارجكم هيكون نقي، والداخل هينضح على الخارج دون جهد. يعني انت بتهتم تجمل من بره، خارج الكأس والقصع او الصحف ده بتهتم وبتبذل جهدا، لكن لما يبقى عندك اعمال روحية وانشطة روحية هتبص تلاقي الخارج ده بيتنقى بتلقائية. ليه؟ الداخل يتنقى، وكلنا نعرف أن كل إناء ينضح بما فيه. ولكن ويل لكم أيها الفريسيون لأنكم تعشرون النعناع والسزاب وكل بقل وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله. النعناع هو النعناع، والسزاب ده ما هواش الشبث، في متى 23 هنقراها شبث. الشبث حاجة اللي هو الشبت، على فكرة هو اسمه الشبث مش الشبت، يعني هو اسمه كده الشبث، هتلاقيها متشكلة كده يعني. فهنا السزاب ده نوع من أنواع النباتات العطرية اللي كانوا بيستخرجوا منها أدوية، كانت بتستخدم في العلاج، بيسموها الفصيلة النجمية، الزهرة بتاعتها زي النجمة كده، أو الحبة بتاعتها اللي بتطلع أيا كان زي النجمة، فصيلة النجمية يعني. فاستذاب ده نوع وكان ضعيف خالص، فعايز يقول لهم أنتم برضو بتدققوا في أنكم تعشروا هذه المحصولات أو المحاصيل البسيطة، النعناع والأعشاب الطبية دي، وسايبين إيه بقى؟ وكل بقل، يعني البقول اللي بتطلع، وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله. الحق ومحبة الله ده الأصل اللي كان لازم الإنسان يدور عليه، وده العمل الكبير اللي كان لازم الإنسان يهتم بيه. أنتوا تتجاوزون عنه، يعني بتفوتوه وما بتهتموش بيه. كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك، تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. تعشرون النعناع والسزاب ربما تحمل معنيين، ما حاصلكم أنتم الشخصية، تهتموا قوي أن كل واحد إيه يطلعها بدقة شديدة بالميزان، أو لو فرضوا بقيتوا رقباء على الناس اللي بتجيب،
تدققوا معاه في متى هنقراها، تصفون عن البعوضة وتبلعون الجمل، سواء حاجة انتوا بتقدموها او حاجة انتوا بتتقبلوها من الناس، لو حد فيكم دخل في زمرة الايه من يتقبلون العطايا. تتجاوزون عن الحق ومحبة الله. كان ينبغي ان تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. العبارة دي جبارة، تنفع انها تكون يعني مقياس او منهج للحياة. لا تتركوا، كان ينبغي ان تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك. لما يبقى الواحد يعني عنده اختيارين لحاجة معينة او عنده تدبيرين لحاجة معينة، وبعدين يهتم بحاجة على حساب حاجة، والاثنين يبقوا مهمين، بس في واحدة اهم من التانية او واحدة نتيجة التانية، يمسك في النتيجة وشكلها ويسيب الاصل اللي يوصل له الى نتيجة صحيحة، فنقول له لا، كان ينبغي ان تفعلوا هذه ولا تتركوا ايه تلك. دي تقدر تطبقها في حياتك بصفة عامة، انك انت تحاول انك انت تعمل ما ينبغي. ايه اللي ما ينبغي؟ الحاجتين، الحاجتين. لكن تمسك واحدة بس يبقى انت فوتت الحاجة. هنا اللي حصل ايه؟ كان ينبغي ان تفعلوا هذه. والعجيب يا احبائي انه هذه اللي هي البديل الاول اللي ربنا اتكلم عنه هو الشكل، الحاجة اللي بره. لو دققتوا في الكلمة، كان ينبغي ان تفعلوا ايه؟ هذه. ايه هذه؟ انكم تعشروا النعناع والسذاب. طب ايه تلك؟ اعمال الحق والمحبة. يا ربي الحاجة اللي من الخارج تبقى هذه، يعني تشاور عليها اول ما ينبغي، وبعدين الحاجة اللي في الداخل تبقى تلك. يقول لك ما انا خضعت للغة اللي هم بيطبقوها وبيفهموها. كلمة هذه إشارة للقريب، وتلك إشارة للبعيد. فهو بالنسبة لهم إيه؟ إيه القريب؟ إيه اللي بين إيديهم؟ إيه اللي بره؟ الخارج اللي بيهتموا بيه. وإيه اللي بعيد عنهم من وجهة نظرهم هم؟ الداخل. لكن أنا من جهتي أنا ومن جهة الناس اللي فاهمين صح، يعرفوا إنه تلك دي هي الأهم اللي هتصلح هذه. لما يهتموا بالمحبة وبالرحمة وبالحق وبالعدل والبر والكلام ده كله بالمقياس اللي أنا عايزه، طبيعي جدا وبتلقائية عظيمة هلاقي الخارج ابتدى إيه؟ ابتدى يتغير بهدوء. لكن لا مانع إن الواحد يهتم أيضا بالخارج، خصوصا أحبائي إن كنا في مجال يعني يسمح بالعثرات. ناخد الكلام ده بمعنى عملي شوي، لغاية دلوقتي الكلام نظري، لكن ناخده بمعنى عملي شوي. مثلا الناس الموظفين شغالين في الوظائف، هو مثلا متعود إن هو ما يصومش، لو راح شغله وهو مش صايم، طبعا ما يصومش دي غلط. يعني لما اقول اتعود انه ما يصومش مش معناه ان انا مصدق على كده، او يعني كل واحد بمزاجه ده اتعود ما يصومش نقول له برافو عليك خلاص ما تصومش، لا انا اصلا غلطان انه ما يصومش يعني، او ما يصومش اربع جمعة اللي تعودوها الناس، ما اعرفش ليه برضو يعني حاجة غريبة. يعني اتعود انه ما يصومش وبعدين رايح الشغل، الكل عارف ان الكنيسة صايمة والمسيحيين صايمين، ما هو رايح وبلا كده اي خشة يقعد على مكتبه الصبح ويطلع شنطة الفطار ويحط البيض والجبنة والعيش ويفطر. يا اخي يا اخي كسف شوي. طب اعمل ايه يعني؟ ما هو انا اساسا انا فاطر، انا ما بصومش. طب يعني اهتم شوية بشكلك قصاد الناس عشان خاطر الكنيسة وعشان خاطر اخواتك اللي صايمين وعشان خاطر كذا كذا كذا، وبعد كده
وبعد كده ممكن قوي نتيجة حرصك على اللي بره ده مع مزيد من الإرشاد اللي تاخده من الكنيسة يحصل لك خجل من نفسك فتقول ايه مجرب اصوم عشان ابقى اسم على مسمى. واخدين بالكم ده نوع من انواع بس ازاي كان ينبغي ان تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك. احنا نهتم باللي بره ونهتم باللي جوه، بس الاهتمام باللي جوه يكون ايه؟ يكون اكتر. الام سارة ليها قول مشهور بتقول ايه؟ بتقول جيد للانسان ان يفعل الصلاح ولو لأجل إرضاء الناس. ده اللي بره يقول جيد إنه يفعل الصلاح ولو لإرضاء الناس، سيأتي الوقت الذي سيفعله لإرضاء الله. فهي شافت إيه؟ يعني افعلوا هذه اللي هي من بره يعني توطئة لإيه؟ لإن يعمل اللي جوه، يعني شوية كده وبعد كده هتبتدي ايه تهتم بالداخل. ده بالنسبة لانسان حاطط نفسه في مسار التغيير ومسار التعليم، يعني هو ناوي ايه؟ ناوي يكمل، ناوي يكمل. لانه احيانا كتير يقول لك ايه؟ يقول لك انا احتفظ بالوحاشة اللي انا بره دي زي لغاية ما يجي الوقت اللي ربنا غيرني من جوه. الوقت ده ما بيجيش حبيبي، انت لازم تدقق شوية مع نفسك من بره وبعد شوية هتتعلم من جوه. وكلنا ابتدينا كده على فكرة، ابتدينا الصوم واحنا بنقول ايه انقطاع للساعة كام والساعة 12 بالدقيقة ما كلش ودقق مع مش عارف ايه، واتهمونا بالحرفية. بس الشاطر بيبقى عارف المنهج، ان انا لما هدقق فدي بعد شوية هتعلم ايه؟ هتعلم اللي جوه هو كمان يبقى كويس. لكن اكتفي باللي بره بس واسوق فيها واسيب الشر يترعرع جوايا والمخالفات تزيد جوايا واحس ان هو ده المنهج طالما الناس شايفاني من بره كويس وكده انا تمام التمام، انت مش تمام ولا حاجة. لا، يتقالك بقى ساعتها كان ينبغي ان تفعلوا هذه ولا تتركوا ايه تلك. واضحة ولا مش واضحة دي؟ فاحنا ناخد بالنا من ايه؟ من الحتة دي. وساعات ناخدها مفاضلة بين منهجين في الفضيلة، منهجين في الفضيلة، افعلوا هذه ولا تتركوا تلك، ويتحط بقى ايه في, في, في حاجات كتيرة. يعني مثلا افعلوا هذه تحب الناس ولا تتركوا تلك تحب ربنا. افعلوا هذه تحب الخلوة قعدة مريم عند قدمي المسيح، ها، او جهد سارة مرسى في الايه في الخدمة، افعلوا هذه ولا تتركوا تلك قعدتك عند ايه عند رجلين المسيح. يعني تخدم افعلوا هذه وتختلي ولا تتركوا ايه تلك. معايا يا جماعة؟ طيب مثلا كتاب المقدس يقول لك يا ابونا انا اقراه كده عباده وخلاص وامشي. في واحد تاني ايه يقعد ويدرس ويفحص ويخطط ويجيب تفاسير. افعلوا هذه اللي هي القرايه العاديه ولا تتركوا تلك اللي هي الدراسه اللي فيها الايه اللي فيها العمق اللي فيها العمق. وهكذا، يعني عايز اقول هي ايه، هي مفتوحه قوي 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 للكلام. ممكن تحط برواز وتقول كده افعلوا هذه ولا تتركوا تلك، دي مهم خالص عشان يبقى قانون لحياتك. يعني تكلمت فيها كتير معلش، بس هي تنفعك، يعني تنفعك. افعلوا هذه ولا تتركوا تلك. ويل لكم ايها الفريسيون لانكم تحبون المجلس الاول في المجامع والتحيات في الاسواق. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم مثل القبور المختفية والذين يمشون عليها لا يعلمون. كلها مرادفات، كلها مرادفات لمخالفة واحدة وهي الرياء. هي الرياء، سواء بقى التدقيق في الحاجة البسيطة التافهة والتقصير في الحاجات التقيلة، سواء في محبة المجالس الأولى أو أماكن الكرامة اللي تعطي للإنسان كرامة
ان هو يقعد في المجلس الاول وان الناس تتحيه في الاسواق. طول ما هو ماشي كده الفارسيين دول كانوا يعني بيميزوا انفسهم بلباس معين وباهداب طويله للاثياب اللي لابسينها ويمشين كده رافعين راسهم وحاسين بان هم فوق كل الناس مفرزين يعني يعرفوا اكتر من كل الناس علماء المجتمع او الطبقه الارستقراطيه على المستوى الديني هم دول الفارسيين. فمحبة الكرامة. وبعدين قال لهم انتوا عاملين زي القبور المختفية والناس يمشون عليها ولا يعلمون ولا يعلمون. انتم يعني الناس مش دريانة باللي جواكم، بس انا دريان باللي جواكم. اوعى حبيبي، اوعى تقبل التحيات من الناس والكرامة من الناس وتكتفي وترتاح على ما تأخذه من مديح والناس مش واخدة بالها انت عندك ايه جوه او ريحتك ايه من جوه. في إله عارف كل ده، حتى لو الناس لا تعلم انه بيتعاملوا مع واحد زي القبر من الداخل ومش عارفين. زي ما الناس مش عارفة كده، اوعى تفكر ان ربنا كمان مش عارف. لا، ده ربنا فاحص القلوب والكلى، ربنا عارف كل حاجة. عشان كده بولس الرسول في حتة كده قالها في رسالة روميا بيفضح بيها اليهود، بيفضح بيها اليهود في الإصحاح الثاني. بيقول له ايه في روميا 2:17، هوذا انت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله، كلام حلو، وتعرف مشيئته وتميز الامور المتخالفة متعلما من الناموس، كلام رائع، وتثق أنك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة ومهذب الأغنياء ومعلم للأطفال، كلام رائع، ولك صورة العلم والحق في الناموس. لك إيه؟ صورة العلم والحق في الناموس. ما قالوش لك العلم والحق، لك صورة. أتري إيه؟ احتفظ بصورة بس. فبيقول له بقى إيه؟ أفأنت إذن الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك؟ يا أنت بتعلم الناس، مفيش مرة خدت هذا الكلام على نفسك وطبقته على نفسك؟ ما تجرب كده. الذي تكرز أن لا يسرق أتسرق؟ الذي تقول أن لا يزنى أتزني؟ الذي تستكره الأوثان أتسرق الهياكل؟ ما هو كانوا يقولوا كده، عبادة الأوثان دي يعني ده ذنب فظيع جدا، يكرهوا عبادة الأوثان. طب ما أنت لو إلهك عظيم زي ما بتقول ما كنتش سرقت الهيكل بتاعه، واخدين بالكم؟ سرقت الهيكل بتاعه. ما أنت لما تسرق هيكل الإله العظيم يبقى أنت بتتعامل معاه كأنه إله وثني أنت تعلم عنه أنه ضعيف لا يحمي نفسه، وتسرقه يبقى انت شايفه ضعيف زي ما الاوثان ضعيفة. واضحة ولا مش واضحة؟ تسرق الهياكل. الذي تفتخر بالناموس، ابي تعدي الناموس تهين الله. وفي الاخر قال لهم اسم الله يجدف عليه بسببكم، لانه طبعا لما الناس تعثر في رجال الله اللي في بقهم مفروض سنة المعروف، يعني زي ما بيقولوا لما يعصروا في الكهنة والخدام والناس اللي المفروض منهم ناخد شريعة وناخد تعليم وناخد نموذج للحياة للسلوك، لما الناس تعصر فينا بهذا الشكل ويكتشفوا مخالفة من المخالفات الصارخة اللي ملهاش حل، يبقى احنا ساعتها كده هنروح فين من ربنا؟ هنروح فين من ربنا؟ كل يوم بنسمع عن جرائم قتل و
لكن لما تطلع ونسمع ان في دير الفلاني حصل كذا وراهب بيتحاكم ومش عارف ايه، الموضوع بالنسبه لنا خطير، فارق، خطير جدا، خطير، وحشه، وحشه، معصره. شوفوا داود لما اخطا وزنى وقتل، وطبعا يعني احنا مش مستغربين ان داود يعمل كده لانه انسان، لكن الخطية غريبة انها تطلع من حد مسؤول. لما راح له ناثان النبي ويقول له عن القصة التمثيلية اللي قالها له الراجل اللي كان عنده نعاج كثيرة وبتاعدين، طمع في النعجة بتاعت جاره، داود اتغاظ قوي قوي وقال له ايه؟ قال له الراجل ده يموت. طب يا داود فكر كده، فكر. قال له ايه؟ انت هو الرجل. صدمة، انت هو الرجل، انت جواك كان في فساد يا داود، ازاي انت سمحت لنفسك تعمل كذا 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 وضميرك ما يأنبكش؟ لازم اصحيك انا كده. قال له انت هو الرجل، انت بتحكم عليه انه يموت وانت عملت اللي عمله هو واكتر منه كمان. فهنا بقى التوبيخ، لازم ناخد بالنا من هذا الكلام. اوعوا حد فينا يكون زي القبور المختفية والناس يمشون عليه. لما نروح على متى 23 في وقتها هنلاقيهم عملوا ايه بقى؟ مش بس قبور مختفية، ده قبور مبيضة، اهتم ان هم ايه يبيضوها كده عشان تبدو انها ايه جميلة، ولكن هي في الحقيقة هو بيضها من بره زي ما انت عايز، لكن جوه ده حاجة تاني خالص. المسيح قال ده للفريسيين، الرياء، تجاهل أثقل للناموس، الحق والرحمة والمحبة والعدل، محبة الكرامة والمتكئات الأولى وعدم الهروب منها، والاحتفاظ بالفساد في الداخل لمجرد أن الناس مش عارفة داخلي، لكن لازم أنا أخد بالي أن الله يعلم داخلي تماما. أجاب واحد من الناموسيين وقال له: يا معلم، حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضا. في فرق بين الفريسيين والناموسيين، هما الاثنين لهم طباع واحدة، بس وظيفة الناموسي غير وظيفة الفريسي. الناموسي يفسر الشريعة، الفريسي يفتي في الشريعة. الفريسي ده حد ايه؟ حد عالي قوي يعني. فالناموسي اقرب واحد يسألوه في الشريعة ويقول لهم قال موسى كذا 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 كذا، لكن لو في حاجة بقى كده يعني شوية عويصة يلجأوا لمين؟ يروحوا لمين؟ للفريسي، اللي هو بقى ايه يعني يعرف اكتر من الكل، احسن من الكل. الفريسي مفسر، والناموسي الناموسي مفسر، والفريسي مفتي بالبلدي كده. فطبعا حاسين ان هم احسن ناس. الناموسيين قالوا بقى هو لما يقول كده على الفريسيين يعني معناه احنا كمان بقى، وده بيشتمنا. فبيقولوا له ايه؟ حينما تقول هذا تشتمنا نحن ايضا. فقال: ويل لكم انتم ايضا ايها الناموسيون، ليه؟ لأنكم تحملون الناس أحمالا عسرت الحمل أو الحمل، وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم. يعني تقلتوا على الناس، تقلتوا على الناس، تقلتوا على الناس، وأنتم ما فكرتوش تقربوا للشريعة أو للوصية اللي بتطلبوا الناس يطوعوها. أنتم ما جربتوش انكم يعني تشوفوا تقل تنفيذ الوصية، ومع هذا عمالين تخبطوا في الناس. زي مثلا لما كان فيه خلاف دائر من قيمة شهرين كده ولا حاجة في بداية الصوم الكبير على العلاقات الزوجية اثناء الصوم، من حوالي كم سنة، حوالي 30 سنة، دقب كده جرنان وطني ان يروح جايب القوانين اللي تحرم هذا في الصوم، ويعتبر مش عارف ايه، واللي يعمل كده في الصوم يتحرم مش عارف من ايه. قوانين اتحطت
ربما حطوها رهبان او حطوها ناس مش عارفين قوة الدافع الجنسي عند الانسان، مش عارفين يعني ايه زوج يبقى ضعيف او زوجة تبقى ضعيفة، مش عارفين. فعملوا ايه؟ حملوا الناس احمالا عسرة الحمل، وهم ما جربوش ايه يمسوها باحدى اصابعهم. لا، حاسب حاسب الدنيا، الزمن بيختلف وضغوط الحياة على الناس بتختلف، لابد من روح جديدة في القانون وهكذا. فانتم بتحملوا الناس احمالا عسرة الحمل وانتم لا تمسون الاحمال، يعني ما بتقربوش للوصية دي، ومع هذا تقف من بعيد وايه وتقعد تخبط في الناس وتتقل على ضمير الناس. فانتم تقلتم على الناس. فربنا لما جه ربنا يسوع المسيح قال لهم في متى ايه؟ تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيلي الاحمال وانا ايه اريحكم. انا عندي النعمه اللي هتريحكم، عندي النعمه اللي هتريحكم. عشان كده بولس الرسول في رومية 7 شبه لما بيحكي عن الفرق بين النعمه والناموس، فشبه الناموس بزوج شديد قوي قاسي قوي، له اوامر على الزوجه اعملي ما تعمليش، واذا عملت ما يقولها شكرا، واذا ما عملتش تاخد على دماغها حاجه كده يعني قسوه، ومطالب ايه ما فيش، درجه انها في الروحه والجايه تقول مش قادره مش قادره وتتمنى تموت عشان تتحرر ايه من الراجل القاسي ده، او تتمناه يموت عشان برضو تتحرر وتتجوز واحد تاني. ده بولس بيقول التشبيه الجميل ده. عشان كده قال ايه؟ قال لا تدعى زانية ان صارت لاخر. طب هتصير لاخر ازاي؟ يقول لك هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي، طول ما زوجها حي هي مرتبطة بيه، مكتوب عليها تعيش معاه لانه زوجها. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ عايزين نموت الراجل ده عشان الست دي تتحرر وتروح تتجوز واحد تاني. المسيح حلها حل رائع. قال ايه؟ قال اللي بين الراجل والست دول قضية موت، واحد فيهم يموت. اذا هي ماتت ما تمتعتش بالحياة، ماتت، هو هيتجوز تاني. واذا هو مات الست دي اتحررت ترتبط بآخر. طب ما هو الناموس ما بيموتش، ده كلام الله ما يموتش. قال طب أنا عندي حل، أنا الست دي أخليها تموت وأومها وتبقى بتاعتي، فاتحد ببشريتنا ومات بالبشرية فحرر البشرية من الناموس وصارت النعمة. النعمة بقى عبارة عن ايه؟ او العهد الجديد او الانجيل، هو نفس الشخص اللي اعطى الناموس هو اللي اعطى النعمة، وله نفس المطالب على فكرة، له نفس المطالب، يقول لها اعملي وما تعمليش، بس في فرق بسيط انه بيمد ايده وبيساعدها ويقول لها عنك انا اعمل. هي دي النعمة، هي دي النعمة. فهنا الناموس له معنى، أنا بمناسبة الكلام يعني، تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل ولا تمسوها بإيه؟ بإحدى أصابعهم. ما كفاية عليهم تقل الناموس، كفاية تقل الناموس، خليكم معاهم وساعدوا معاهم. إذا نصحته بإنه يعمل كذا اديله تدبير يساعده على انه يترجى حياة، يترجى بركة هتجيله. ده لما جم الاباء الرسل يتكلموا في المجمع بتاع اورشليم قالوا كده، ازاي نحط على الامم ثقلا لم يستطع اباؤنا ان هم يشيلوه، هنتقل عليهم ليه واحنا فشلنا اساسا احنا وابائنا ان احنا نشيله، نتقل عليهم ليه؟ المسيح قصد هذا الكلام. لما تدي وصية مد ايدك وساعد وطبقها على نفسك
عشان لما تقولها للناس تبقى بتقولها جوه الإطار الذي يتناسب مع ضعف البشر. ما يقعدش أبونا يقول لابنه في الاعتراف اعمل واعمل 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 وانت عارف ان ده تقيل، ولما انت تيجي تنفذه صعب عليك انت شخصيا، محتاج جهد. خده واحدة واحدة، حببه في الوصية واحدة واحدة. الكلام ده لينا احنا ككهنة وليكم كخدام وخدمات وكآباء أمهات، لازم نفكر كده، ناخد الدنيا ايه بالتدريج كده، سنة 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 لغاية لما ننهض بالناس ونعلم الناس ازاي الوصية حلوة ووصاياها ليست ثقيلة. واضحة؟ انتم مش عايزين تمسوا الأحمال، انت ما بتمسهاش، بتفرج بس، شغال معلم بس. وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم، عايز يقول إيه؟ مش يعني في قدرتكم بصبعكم تحركوا الأحمال، لا، أنت ما بتقربش للحمل، ما بتفكرش تشيل، ما بتمسوش. لو أنت مسيت الحمل يمكن تحس إنه تقيل وتخفف على الناس، لكن لا، أنت مش عايز تقرب. من بعيد بتقول نصايح وبتقول إرشادات، زي اللي وقف قصاد الغريق يده في جيبه ويوبخه على انه ازاي ينزل الميه وهو مش عارف يعوم. طيب يا عم، طب اعمل حاجه، اعمل حاجه يعني، طلعني تشرف، طلعني بعد كده، اديني باللي في رجلك بس ساعدني اخرج، ساعدني اخرج، وهكذا. ويل لكم لانكم، دول مين بقى؟ دول الناموسيين، هم بيفسروا الناموس، بيفسروا الناموس اللي يحط تصرفات الناس على كل وصية، على كل حاجة في الشريعة. موسى قال لازم تعمل كذا، طب انا مش قادر، هو قال، طب انت جرب كده، طب على نفسك. ويل لكم لانكم تبنون قبور الانبياء واباءكم قتلوهم اذا تشهدون وترضون باعمال ابائكم، لانهم هم قتلوهم وانتم تبنون قبورهم. يعني قال لهم كده، انتوا عاملين ايه؟ ابائكم قتلوا الانبياء وانتم ايه؟ بتبنوا قبورهم وتزينون مدافن الصديقين، يقولها في متى 23. طب يعني طب ايه المشكله فينا؟ يقول لك مشكله انك انت راضي على اللي عمله ابوك بس، ترضون باعمال ابائكم. ما فيش حد فيكم يقول اللي عمله جدي كان غلط واطلع انا اعمل الصح، ليه امشي على حاجة غلط وتقولوا بتشتمنا احنا كمان؟ ما انتوا شركاء، هم قتلوا وانتوا دريتوا الايه القتيل، هم قتلوا وانتوا دفنتوا، وفي متى تبقى زينتم كمان، فازاي بقى يعني تقولوا بتشتمنا يعني؟ لا، ويل لكم تبنون قبور الانبياء واباءكم قتلوها تشهدون وترضون باعمال ابائكم، هم قتلوهم وانتم تبنون قبورهم. لذلك ايضا قالت حكمة الله اني ارسل اليهم انبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردون لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء المهرق منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي أهلك بين المذبح والبيت. نعم، أقول لكم أنه يطلب من هذا الجيل. قالت حكمة الله أرسل إليهم أنبياء ورسل فيقتلون منهم ويطردون. ده بقى اللي هي أسلمهم الله لذهن مرفوض بتاعت رمية واحد. الله لما بيتأكد لديه طباع إنسان إن هو مستمر في اللي هو فيه ومش ناوي يرجع، بيسلمه لهذا الذهن الإيه؟ المرفوض. خلاص، أنا لن أتوقف عن إني أرسل الأنبياء، لأن دي رسالة، لن أتوقف عن إن أرسل الأنبياء والرسل، دي رسالة للشعب، شعب محتاج يسمع النبي، محتاج يسمع كرازة من الرسل. وإنتوا بقى إيه؟ تقتلون منهم وتطردون. إنتم هتبقوا عمالين تزودوا مكيال الغضب
والانبياء والرسل عمالين يزودوا مقياس الكرامه، مقيال الكرامه، لان هياخدوا اكاليل استشهاد. وفي الاخر هياتي على هذا الجيل، لان الجيل ده بقى هو اللي ايه اللي صب عنده كل جهد الاباء السلبي، كل جهد جه عندهم، عشان يجي بقى يطلب من هذا الجيل دم جميع الانبياء المهرق منذ انشاء العالم. وابتدى يقول ربنا توضيح لحتة انشاء العالم من دم هابيل الصديق الى دم زكريا بن براخية بحسب متى 23، لانه كان هابيل اول قاتل، اول اسف اول قتيل اول شهيد، وزكريا اهرق بين المذبح او البيت. حيرى متى وهو مقصود هنا برضو زكريا ابن براخية، بس الكتاب ما قالش هنا زكريا. زكريا كآخر آخر واحد يعني اتقتل. طبعا لما تيجي تشوف في زمان المسيح وتدور على زكريا آخر واحد اتقتل، شوية محيرة الحتة دي. لكن الآباء قالوا لنا إن في ثلاثة زكريا بن براخي في الكتاب. في زكريا بن براخية ابن عدو، وده اللي هو زكريا النبي اللي كتب سفر واللي عاصر حجي النبي، واللي وبخوا الشعب في العودة لما عادوا من السبي مع زربابل وتقاعسوا عن بناء الهيكل، فتوقف بناء الهيكل 16 سنة لأنه كان الناس بيبنوا بيوتهم وتركوا أهملوا الهيكل. ده زكريا النبي. ده ما هوش المقصود، مع ان اسمه زكريا بن براخية ابن عدو، ده ما هوش المقصود، لانه قيل انه لم يمت شهيدا، ها، انما مات ميتة طبيعية. ده بره الموضوع يعني. طيب في عندنا زكريا بن براخية اللي هو ابو يوحنا المعمدان، وده برضو يعني لو كان مات شهيد، وان كان الرواية دي برضو مش مؤكدة، لو كان مات شهيد ما يبقاش اللي قتلوه اليهود، لانه هيبقى اللي قتلوا جنود هيرودس ودول مش اليهود. ده مات، لو كان مات شهيدا يعني يبقى مات بسبب ايه؟ حسد هيرودس وقلب هيرودس الوحش اللي امر بقتل اطفال بيت لحم. والرواية بتقول انه لما راحوا يجيبوا يوحنا المعمدان من حضن امه، خدوا زكريا وجري بيه على المذبح وخطفوا ملاك ربنا، فالجنود قتلوا ابوه. بيقولوا الرواية بتقول كده يعني، والرواية بتقول العكس انه ما ماتش برضه شهيد. لكن برضه حتى لو مات شهيد ما بقاش هو المقصود ده. زكريا الثالث بقى اللي قصد المسيح اسمه زكريا ابن يهويدع. زكريا ابن يهويدع، وجت قصته في سفر اخبار الايام الثاني اصحاح 24. طب تقول لي يا ابونا ازاي ده اخر الانبياء؟ اقول لك اليهود كان عندهم اخر سفر تاريخي هو اخبار الايام الثاني. يبقى بالنسبه لليهود اللي بيكلمهم المسيح في الوقت ده، جاب لهم فعلا اول شهيد واخر شهيد في الكتاب اللي بين ايديهم كسفر تاريخي وسفر اخبار الايام. ايه حكايه زكريا ابن يهويدع ده؟ موجوده في سفر اخبار الايام الاصحاح 24. القصه بسيطه، تبتدي من اخبار الايام 23، ان يهويدع ده كان الكاهن، وبنسمع عن عثاليا، عثاليا ام اخزيا، وكانت شريرة. لما قتلوا ابنها الملك عملت ايه؟ راحت قتلت كل النسل الملكي من يهوذا. فجري كاهن اسمه يهويدع، وراح اخد واحد من النسل الملكي كان عنده 7 سنين اسمه يؤاش، اخده وخباه. وبعد ما الهوجة بتاعت عثاليا دي راحت، عمل ايه؟ راح مطلع هذا الولد الصغير الطفل اللي خطفه، اللي هو يبقى
الملك الشرعي، راح أخده وجاب الحاشية بتاعت المملكة وجاب اللويين وقال لهم هو ده الملك، فنادوا بيه الملك وقعدوه على كرسي وحرسوه عشان ما حدش يقرب له. دي القصة باختصار موجودة في ايه؟ في اخبار ايام الثاني صح 23. عمل كده. اصحاح 24 يقول ايه؟ كان يؤاش ابن 7 سنين حين ملك، وملك 40 سنة في اورشليم، واسم ام الظبية من بئر 7. وعمل يؤاش المستقيم في عيني الرب كل ايام يهويدا الكاهن، وبعد كده اتخذ يهويدا امرأتين فولد بنين وبنات. ابتدى يؤاش بقى المملكة، وبشكل او باخر يقول الكتاب في العدد 15 شاخ يهويدا وشبع من الأيام ومات، كان ابن 130 سنة عند وفاته، فدفنوه في مدينة داود مع الملوك الذي عمل خيرا في إسرائيل ومع الله وبيته. وبعد موت يهويدا جاء رؤساء يهوذا وسجدوا للملك، حينئذ سمع الملك لهم وتركوا بيت الرب إله آبائهم وعبدوا السواري والأصنام، فكان غضب على يهوذا وأورشليم لأجل اسمهم هذا، وأرسل إليهم أنبياء لإرجاعهم إلى الرب وأشهدوا عليهم فلم يصغوا. أرسل أنبياء وأشهدوا عليهم فلم يصغوا. ولبس روح الله زكريا ابن يهويدا الكاهن فوقف فوق الشعب وقال لهم هكذا يقول الله، لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون؟ لأنكم تركتم الرب قد ترككم ففتنوا عليه. قالوا الملك عليه فتنة تبقى بعدها مستحق الايه؟ الرجم، زي ما عملوا على مين؟ نبوت اليزرعيلي. ففتنوا عليه ورجموه بحجارة بأمر الملك. الملك تنكر لجده يهويدا اللي خطفه 7 سنين وخباه وخلاه الملك. الملك نسي المعروف الذي عمله جده معاه. ورجموه بأمر الملك في دار بيت الرب، ولم يذكر يؤاش الملك المعروف الذي عمله يهويدا أبوه معه، بل قتل ابنه. وعند موته قال زكريا قال إيه؟ الرب ينظر ويطالب. تقول لي يا ابونا طب ما دام هو زكريا ابن برخي، يقول لك لا، تقليد الهدي بيقول ان يهويدا جد زكريا مش ابو زكريا، واسمه فعلا زكريا ابن برخيا ابن يهويدا ده، واخدين بالكم؟ يبقى هو ده زكريا اللي ينطبق عليه قتلوه بين الرواق والمذبح، لانه بالفعل وبخهم على عبادة الاوثان فقتلوه. تنكر الملك لمعروف جده له وقتلوه. تقول يا ابونا ازاي؟ طب فين برخي؟ يقول لك كان ممكن اليهود ينسبوا الابن لجده. المسيح نفسه اسمه ابن داود، معنى داود ده الجد اللي مش عارف رقم كام للمسيح. دي اقرب حاجة في الدراسات لتعريف بزكريا الموجود هنا الذي أهلك بين المذبح والبيت. وبتتناسب مع رواية المسيح لأنه بيكلم اليهود وجاب لهم الملك من مملكة يهوذا اللي قتل نسل كهنوتي وبسبب توبيخهم على عبادة الأوثان. نعم أقول لكم أنه يطلب من هذا الجيل، وبعدين يكمل ويقول ويل لكم أيها الناموسيون لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة، ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموه. أخذتم مفتاح المعرفة، خدت الوصية اللي كان ممكن أوي تريح بيها أي إنسان جاي لك في مشكلة، جاي لك في ألم، جاي لك في ضيق، جاي لك في احتياج، جاي لك في حيرة، كنت اديله وعد من عند ربنا، اديله وعد، اديله تدبير ايه يمشيه صح. انما انت خدت مفتاح المعرفة، لا انت دخلت والداخلين ايه منعتموهم. اعملوا معروف، اعملوا معروف، ما توقفوش في وش الناس. كلام طبعا للخدام
اكتر يعني، لن تدخلتم والداخلون منعتموهم. بقيتوا عاملين زي اعمى يقود اعمى، فيسقطان كلاهما ايه في حفرة. وفيما هو يتكلم يكلمهم بهذا، ابتدأ الكتبة والفريسيون يحنقون جدا، يعني غضبوا بشدة، ويصادرونه على أمور كثيرة. يعني يصادرون يعني ايه؟ كل ما يقول حاجة يعكسها له، خلاص دي اسمها المصادرة. تيجي تكلم واحد ما يدكش الفرصة تقول جملة، ويروح سألك سؤال او يتكلم بطريقة معينة يشوشر عليك. ابتدوا يعملوا كده، يحنقون عليه ويصادرون على أمور كثيرة، وهم يراقبونه طالبين أن يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه. ولكن هيهات أنهم يصطادوا من فمه شيء لكي يشتكوا، مش ده اللي تقع في غلطة، مش ده اللي تمسك عليه كلمة، لا، انت تقوم تجربه وتسأله وتعمل، بس مش هو ده اللي يقع. اللي يقع انسان، لكن الاله المتجسد اللي قال من منكم يبكتني على خطيه ما يعملهاش، وايه حاشا ان هو ايه يلاقوا يعني حاجه من فمه يشتكوا عليه. كانوا براحتهم يسالوا براحتهم عشان يجربوه، لكن بكل تاكيد هو ينجح ان يفحم الكل، سواء بالتعليم او بالسؤال او بالامثال او بحياته وسيره حياته المملوءه فضيله ملءا غير متناهي. امين. ربنا يبارك في هذه الكلمات، يمكن يكون شويه تقيل كلام فيها على واحد زي يعني بيهتم بالخارج، لكن الله يدينا كلنا نعيش حقيقه ونعيش عمق روحي احبائي، يخلينا ناخد بركه الوصيه بالطاعه الحقيقيه مدحا من الله وليس توبيخا مثل ما فعل المسيح مع هؤلاء. لإلهنا كل المجد والكرامة للأبد. أمين.